أسياد السلاح الجدد ظهروا، دول تصعد وأخرى تتهاوى. تنشغل روسيا في أوكرانيا، وتتحرك أمريكا في إسرائيل، وتخسر الصين زبائنها تباعا، فتظهر دول تريد الصدارة والقوة. مليارات دفعت ومليارات ستدفع، أسلحة جديدة تدخل الخدمة، ومصنعون جدد يتعرف عليهم العالم. إنها التجارة الأكثر رواجاً في الكوكب، وهذا الفيديو لتجار الأسلحة الجدد. عام 2022 خرج تقرير من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، قال إن إيرادات موردي الأسلحة الرئيسين في العالم انخفضت بشكل واضح، والسبب هو المشاكل في الإنتاج ونقص اليد العاملة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الأسلحة عقب الحرب الأوكرانية. التقرير ذكر أن مبيعات الأسلحة لأكبر 100 شركة في العالم وصلت إلى 597 مليار دولار، وذلك بانخفاض بنسبة 3.5% عن العام 2021. جائحة كورونا هي السبب الرئيس في ذلك التراجع، خصوصاً في الولايات المتحدة، إذ سجلت وحدها انخفاضاً بنسبة 7.9% بمبيعات الأسلحة عام 2022، لكنها بقيت تمثل 51% من عائدات الأسلحة العالمية خلال العام نفسه، مع وجود 42 شركة أمريكية من بين لائحة أكبر 100 شركة في العالم. أما مصنعو الأسلحة الروس فقد شهدوا أيضاً انخفاضاً كبيراً في إيراداتهم بنسبة 12% لتصل إلى 20.8 مليار دولار. تزامناً مع هذا الانخفاض لأكبر الدول المصدرة للأسلحة، كشفت مجلة الإيكونوميست في تقرير سابق أن دولاً عدة أصبحت رائدة في مجال تصنيع وبيع الأسلحة، مستغلين التراجع الواضح لدول أخرى على رأسها روسيا التي تخوض حرباً طاحنة في أوكرانيا، والصين التي بات التعاون معها معقداً بسبب واشنطن. تقرير الإيكونوميست خص بالذكر دولتين هي كوريا الجنوبية وتركيا، فالكورية وبحسب أرقام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ارتقت إلى المركز التاسع في تصنيف بائعي الأسلحة حتى العام 2022، وذلك ضمن خطة تسعى سول من خلالها لتكون رابع أكبر مصدر للسلاح في العالم بحلول 2027، إذ باعت في 2022 أسلحة بقيمة 17 مليار دولار، كان 14 ملياراً ونصف منها مبيعات لبولندا التي أعادت تسليح جيشها بدبابات بلاك بانثر الكورية مع عدد من المدافع وقاذفات الصواريخ، بالإضافة لمجموعة من الطائرات من الجيل الرابع. واليوم وبحسب الإحصائيات فإن كوريا الجنوبية تستحوذ على 2% من إجمالي الحصة العالمية من صادرات الأسلحة. أما عن تركيا فوضعها تقرير الإيكونوميست في المرتبة الثانية، حيث يشير إلى أنها قامت منذ تولي حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان في عام 2002 بتخصيص استثمارات ضخمة في صناعات الدفاع والأسلحة، وذلك في ظل تزايد الحاجة إلى تحقيق شبه اكتفاء ذاتي في إنتاج الأسلحة في تركيا بشكل ملحوظ، كجزء من استراتيجية لمواجهة العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة عليها في عام 2019 بسبب اقتنائها صواريخ أرض جو الروسية من طراز S-400، بالرغم من عضويتها في حلف شمال الأطلسي. وتظهر الأرقام زيادة نسبة صادرات تركيا من الأسلحة بنسبة 69% بين عامي 2018 و2022 مقارنة بالفترة السابقة، مع تضاعف حصتها في سوق الأسلحة العالمية. وبحسب تقرير أصدرته هيئة صناعية محلية في يوليو 2022، فإن قيمة صادرات تركيا من الأسلحة ارتفعت بنسبة 38% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، لتبلغ 4.4 مليار دولار.
وقد نجحت تركيا من رفع مبيعاتها من الأسلحة من خلال عديد الأصناف، على رأسها الطائرات المسيرة، والتي وقعت في الآونة الأخيرة عدة عقود لبيعها لدول عدة مثل السعودية وأوكرانيا وغيرها. وعلى الساحة أيضاً تظهر فرنسا الصاعدة بقوة في السوق، حيث باتت هذا العام ثاني مصدر رئيس للأسلحة في العالم بعد أمريكا. وعلى الرغم من ارتفاع الطلب الأوروبي على السلاح، والذي من الطبيعي أن يكون السبب في تقدم فرنسا، لكن الهند كانت هي السبب في تصاعد الدور الفرنسي في السوق، حيث اشترت الهند ما نسبته 30% من الأسلحة التي صدرتها باريس. وبحسب معهد ستوكهولم أيضاً، فقد نمت صادرات فرنسا من الأسلحة بنسبة 47% في الفترة من 2019 إلى 2023، مقارنة بالفترة من 2014 إلى 2018. وارتفعت حصتها من إجمالي صادرات الأسلحة العالمية من 7.2% إلى 11%. ذلك التغيير في سوق الأسلحة العالمي يعطي الكثير من المؤشرات على دور الحروب المندلعة والصراعات التي لا تتوقف، حيث باتت العديد من الدول تحاول الدخول على الخط كمورد وليس داعماً، مستغلة تراجع روسيا والصين بالتحديد في بيع الأسلحة، ومن جانب آخر عجز الولايات المتحدة عن تلبية كل الطلبات اللازمة. مبيعات الأسلحة التي وصلت إلى 600 مليار دولار في عام 2022 قد تصل هذا العام لتريليون دولار، والمستفيد دول مختلفة. وتلك الأرقام توضح لماذا لا يمكن لحروب عدة أن تتوقف، لأن توقفها يعني توقف شركات الأسلحة عن الإنتاج وخسارة كل تلك الأرباح. المشهد المنتظر الآن هو إزاحة واشنطن من صدارة المصدرين للأسلحة، فمن هي الدولة القادرة على ذلك برأيك؟